يعني حبيت احط بونص تيتوريال او ان انا احط محاضرة زيادة شوية في الجزء بتاع الخامات على استخدام برنامج فرعي مع السينما 4D. على فكرة هو مش مع السينما 4D بس، هو مع اي برنامج 3D، بيوفر دقة وقوة وجودة متناهية في الخامات بصراحة. هو وبرنامج كريزي بامب، هو البرنامج اللي احنا بنستخدمه اسمه بيكسل بلانت. بيكسل بلانت بصراحة تحفة، فتعالوا نشوف بيكسل بلانت ايه ظروفه. هو برنامج صغير قوي خلاص، ومش ضروري نتكلم في كل حاجة فيه، لكن هكلمكم في الحاجات اللي تفيدنا فعلا في الخامات. على فكرة سينما 4D ماكس مايا اي حاجة البرنامج ده فيها فظيع. تعالوا نعمل سين، وليكن مثلا نحط فلور، ونيجي مع الفلور ده ونعمل إضاءة. والله كويس، وانا ما كنتش عايزه اصلا اريا لايت، لكن يلا كويس ناخده كده نرفعه فوق ونعمل روتيت، نعمل له سكيل ماشي، نشوف كده تمام مفيش مشاكل. لو جينا بعد كده خدنا سفير، وعلشان نضمن ان البرنامج بتاعنا ده يشتغل بشكل كويس، زود عدد السيجنس. والله يكون في عوننا في الريندر حاجة كده، مثلا ممكن نضيف اومني لايت لمجرد بس ان انا انور الجزء اللي في الجنب ده كده، اقلل الاومني شوية بالشكل ده. تعالوا بقى نحط الخامة بتاعتنا. تعالوا نعمل الاول، نروح نعمل الخامة. تعالوا نروح للبيكسل بلانت، برنامج زي ما قلت لكم صغير جدا 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 تمام. لو عملنا فايل لود تكتشر، انا عايز اروح اجيبها من عندي من ممكن elements، من elements نروح ل جي اف اكس 3 دي اسيتس، لا 2 دي اسيتس، ممكن نروح ل تيكتشرز، نروح ل 3D توتال جنرال تيكتشر مابس، ممكن نروح ل ستونز. تعال ناخد من ستونز دي، ناخد حاجة مثلا تكون كويسة، ناخد حاجة زي دي هتدي شكل تحفة بصراحة. ناخد دي كده اوبن خلاص زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. طبعا ده كده، ده دي الصوره. هو هنا بيقول لي انت عايز منها ايه، انا هقول له انا عايز او هتهالي كلها خلاص. وانا هنا ممكن اقول له يشوريني الصوره كلها بحجم كامل، ممكن اقول له فت اي حاجه تعجبني. بعد كده دوري مش هنا خلاص، هو ده خلص. هروح بعد كده لل 3D ماتيريال، اضغط بقى على 3D ماتيريال واشوف الخامة عاملة ازاي. طبعا لو انا عملت الديفيوز زي ما انتم شايفين كده اداني الخامة الاصلية، انا مش عايز الديفيوز بقى، انا عايز اخد الخامة دي كخامة زي ما هي كده. ممكن بقى ان انا اغير طريقة العرض لسلندر، اغيره لكيوب، اغيره لسفير، اشوف الشكل اللي انا عايزه. ممكن ازود الانتنسيتي اللي هي الشده، وبالتالي التفاصيل تزيد. ممكن اقول له انفرت، هلاقي العالي ده بقى تحت واللي تحت بقى فوق. لو عايز اعمل انكريزنج للديتيلز، ايكوالايز هيساوي لي كل حاجه. عندي الفاين ديتيلز لو انا عايز ازود الجوده، طبعا ارفعها على الاخر هيديني بقى ديتيلز الديتيلز. عايز الميديوم ديتيل ممكن ازودها شويه، اللارج ديتيل ممكن ازودها قوي. طبعا دي المساحات الواسعه، خلي بالك كده دي ايه، ده لو عملت ديفيوز
ولا كانها مجسمه. على فكره ممكن اجي هنا واقول له لود تيكتشر تاني سيف، هقول له لا ما تعملش سيف، ممكن اخد تيكتشر تانيه وليكن اخد لكم حاجه يبان فيها الموضوع بشكل حلو. ممكن تاخد على فكره التيكتشر تعديها تعديها على فوتوشوب الاول وبعدين تدخل. تعال ناخد دي مثلا حاجه كده، لو رجعنا للي هنلاقيها بالمنظر ده. مش عارف انا مش عايز ارسى على واحده ليه، مش عارف انا هاخد اخد دي ولا اخد دي. لا اخد دي واعمل اوبن. حلوه قوي دي، ماشي. على ديسبليسمنت بقى ممكن اعلي، ممكن اعمل ايكوالايز الاول زي ما انت شايفين كده عشان احتفظ بالبيكسلز الاساسيه بتاعت الصوره. بص بقى لو عليت الفاين ديتيلز، تمام، عليت الميديوم، عليت اللارج، شفتوا الخامه عامله ازاي؟ يعني انت ناقص تمسكها بايدك. في السبيكولر لو انا عايز سبيكولر، ممكن مش عايز سبيكولر اقلل الدنيا خالص، بس طبعا مش نافع. ف طبعا السبيكولر برضو ما يبقاش عالي قوي كده، تمام، نخليه معقول، الانتنسيتي بتاعته تبقى معقوله. في الكونتراست اللي هو تباين الخامه من بعضها، طبعا كل ده بيأثر هنا. في اد نويز لو انا عايز اضيف ديتيلز زياده. عندي طبعا كل الكلام ده تبع الفاين واللارج والكلام ده كله. الديفيوز بقى ممكن اقول له ايكوالايز لايتنج، بحيث ان انا اعلي البرايتنس العامه بتاعت الصوره. طبعا كل الكلام ده ممكن ارفعه على الاخر فيديني ديتيلز تحفه. خلاص البيز سيرفس لو انا رفعتها كده، خدت بالك ان المناطق اللي لا هي فاتحه ولا هي غامقه ما كانتش ظاهره، لما عملت كده ظهرت. طيب انا كده عملت الدنيا بتاعتي. لو انا عليت الانتنسيتي هتبان قوي قوي، الميديوم ديتيلز اقللها شويه، اللارج ديتيلز اقللها شويه، بحيث تديني حاجه كويسه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده انا عايز اسيف كل دول واخدهم اشتغلهم في السينما او في الماكس. انا في سيد دي، انا مش عارف سيد دي بتعمل ايه، يعني ممكن سيد دي تكون بتزود ديتيلز، الله اعلم. تعالوا ناخد حاجه وليكن، او يمكن تكون بتعمل ميكس للتكتشر، مش عارف. ممكن ناخد حاجه زي دي، زي ستونز، تمام. وممكن اعتقد مش عارف بالظبط هي بتعمل ايه، لكن هنشوف. ممكن يكون بيعمل لها زي ميكس كده، ممكن، الله اعلم. خلاص ولو رحنا لل 3 دي ما عملهاش حاجه، ما عليه. طب احنا عايزين نسيف بقى الكلام ده كله. اما تحب تسيف الكلام ده تقول له سيف، هيقول لك سيف نورمال مابس، يعني هيسيف لك النورمال ماب دي بس، ولا سيف اول 3 دي مابس. انا عايز اعمل سيف للاول، لكله، عايز اعمل سيف لكله. فلو احنا رحنا للمكان اللي هنسيف فيه، هقول له مثلا سمها لي اس بي، اي حاجه في اي حاجه يعني. خلاص هيسيفها طبعا زي ما انت عايز، بي ان جي، جي بي جي، بي ام بي، اللي يعجبك. انا عايز بحب الترجه، خلاص. فهقول له سيف كده. على فكره هو سيف الثلاث خامات دول. هتقول لي طب انا يعني انا هستفيد ايه؟ صح، هقول لك حالا، هقول لك تستفيد ايه. اقفل بقى البرنامج ده وتعالى هنا، دبل كليك، تعالى لي بقى يا سيدي. الكلر خلاص الغيه مؤقتا وروح للديفيوجن، وتعالى اعمل لود ايمج، وتعالى خد له مين الديفيوز، ما هو طلع لك واحده للديفيوز، قول له اوبن كده، ادي الديفيوز اهي. تعالى في الكلر هتاخد، طبعا هزودنا الكلر بس ما عملناش حاجه. تعالى نعمل هيوج، وتعالى نعمل اوبن ويندو بس كده، حاجه كده مثلا، خلاص. تعالى بعد كده قال لك مين؟ قال لك النورمال، روح للنورمال، وتعالى في تكتشر لود ايمج، ادي النورمال ماب. فاضل عندك الديسبليسمنت والسبيكولر. خد النورمال ماب، ها بدأت صح. طيب خلاص الميثود غير فيها على حسب ما انت عايز،
وورلد، والله ما انا عارف بتعمل ايه، بس عامة يعني بتدي اشكال تانية. بس على فكرة فليب ريد وجرين وبلو بيغير البيكسلز مكان بعضها. لو قلت له فليب ريد زي ما انت شايف، غير غير اماكن الريد او اماكن اللون الاحمر اللي كانت في الديفيوجن مع الجرين والبلو. لو كده اكنك بتعمل، فاكرين انفرت اللي كانت فيه هو؟ لو عملت دي يبقى كانك عملت انفرت. طبعا سواب الاكس والواي بيعمل زي خط قطري، فانا هرجع بدي زي ما كنت. في السامبلنج ام اي بي خلاص، دي بتوفر سموزنس. لكن لو انت عايز تلزق حده، خد الياس واحد او اتنين او تلاته زي ما انت شايف كده. في ديتيلز ظهرت. لو انا خدت الام اي بي هلاقي، لا ده هلاقي ان فيه يعني حاجات حسب ما انت عايز. والله طبعا ريزولوشن قليل قوي على فكره، انا ما رضيتش اطلع ريزولوشن عالي. طبعا لو ريزولوشن عالي هتعمل فرق جامد يعني. نروح بعد كده للسبيكولر. السبيكولر مش هنا، هنا اهو في السبيكولر كلر. السبيكولر كلر هي اللي بتسمح لك تحط لون خاص للسبيكولر او انك تعمل تكتشر، وده اللي انا عايزه عندي السبيكولر. اعمل الشكل ده. فاضل اللي هتعمل لي بقى التقسيم كله الديسبليسمنت. اعمل ديسبليسمنت تكتشر لود ايمج ديسب، واعمل اوكي كده اتعمل ديسبليسمنت. لو قلت له سب بوليجون ديسبليسمنت تمام، والسترنجز بقى اتحكم فيها زي ما انا عايز، هاخد نفس اللي انا كنت عامله هناك. خلاص لو جيت في السبيكولر جيت عليته شويه كده وجيت كبرت الفول اوف بتاعته تمام. طبعا لو انت عايز بامب ماشي، لود ايمج ما احتفظش بالبامب، ممكن تروح تطلع منه بامب، ممكن تروح تطلع منه خامه بامب، او ممكن تاخد له الديسبليسمنت تحطها له هي البامب. على فكره ممكن تحط له دي هي دي. عايز تزود ديتيلز زود تمام. لو انا ممكن ما اختارهاش ام اي بي، لو انا ما اخترتش ام اي بي هيعمل لي ديتيلز حلوه قوي تمام. بعد كده اقفل هنا. ممكن طبعا اغير الكلر، احط اي كلر انا عايزه، اي كلر اي كلر يعجبك تحس تغيرها بالشكل ده كده. الديفيوجن ممكن اقول له افكت لومينانس خلاص. ممكن كمان ان انا في الكلر ده اقلل الكلر حب، لا ازود الكلر، ازود لونه بالشكل ده كده واقفل واقفل. ولو خدت دي حطيتها على السفير، بس الاول احول السفير بي سي لإديتابل واحطها بالشكل ده كده. ولو عملنا ريندر هنلاقي الموضوع خد بصراحة شكل تاني خالص بالنسبة للمفهومكم عن الخامات. هنعمل كده. ادي الشكل بتاعها. ممكن انا اعمل دبل كليك واروح للديسبليسمنت واعلي الهايت اخليه 25 والديسبليسمنت ازوده شوية. ولو انا خدتها بزاوية كده مثلا هلاقي الديسبليسمنت باين قوي، واللايت هعلي الاريا لايت شوية بالشكل ده كده. طبعا ده كله بفضل على فكرة النورمال ماب. لو شلت النورمال ماب شفت ديتيلز كتير قوي راحت. طبعا انا عملت الياس 3 هلاقي ديتيلز جت زياده بالمنظر ده كده. طبعا خلي بالك من حاجه، ان انا قلت في الاول ان عشان تشتغل كويس لو انا عملت كنترول زد 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 ارجع ورا بس كده قبل ما دي تبقى، وازود عدد او مش هزود عدد السيجمنتس. لو غيرت لو غيرت بس التايب بتاع السفير وخليت دي 65 ورجعت حطيت الخامه دي تاني ورجعت عملت كده، طبعا مفيش حاجه. لو عملت بقى سي هلاقي البروجيكشن بتاع الخامه اتغير، وهضغط دبل كليك ارجع تاني للديسبليسمنت ارفعه شويه وارفع الهايت بتاعه شويه، والسب ديفيجن ممكن ازوده واقول له راوندد لانها دايره، واعمل كده
وتستنى بقى على الرندر حب، شايف؟ تمام. طبعا دي اخليها 4 واشيل مثلا الراوندد، تمام، ودي اخليها 20 مثلا، ونعمل ريندر. شوفوا بقت عامله ازاي. طبعا ده يعني انا بصراحه البرنامج ده في الخامات رائع، يعني رائع بكل ما تعنيه الكلمه. برنامج بيوفر لك انك انت تعمل الخامه بشكل رائع بصراحه. تعالوا عشان نشوفها اكتر، لان هنعمل كده وناخد ال effects، اسف effects جلوبال. هو نزل اصلا جلوبال illumination، طبعا هعمله لو، لان لو في displacement يبقى مش هنخلص. نشوف كده بقى الشكل بعد كده يبقى عامل ازاي. على فكره انا هحتاج ان انا اقلل اللايت، لا ما احتاجتش بالشكل. طبعا خامه وفرت عليك شغل مودلنج، يعني كان امتداد للمحاضره افتكرته بعد ما نهيتها. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.